ومشاهدينا الكرام، ننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، حيث تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم. ومن جانبه أعرب الرئيس الجزائري عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل التوفيق والازدهار.